أهلا بكم في أولى نشرتنا الاقتصادية. افتتحت غرفة تجارة وصناعة البحرين المقر الجديد لمركز خدمة العملاء في بيت التجار بطاقة استيعابية تفوق المقر السابق بمعدل 3 مرات. ويضم المركز الجديد مكتبا خاصا لاستقبال العملاء يعمل على تقديم خدمات تثقيفية وتعريفية للأعضاء بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة، فضلا عن الخدمات المعهودة التي تقدمها الغرفة لأعضائها وللقطاع الخاص وبدرجة أكبر من الحرفية والسرعة والجودة. وسيساهم المركز الجديد بتجهيزاته المتطورة في تسهيل إجراءات ومعاملات الأعضاء من خلال تقديم الخدمة المتميزة للأعضاء وتوفيرها بكفاءة عالية ونوعية جيدة وفي وقت قياسي، بما يواكب التطورات الاقتصادية والتنموية ومستوى تطور مجتمع الأعمال. المحل اذا تشوفوا المقر كان تحت فيه مقر موجود بس كان صغير، كان اذا يجون 3-4 انفار ما في مكان احد يجي، فاذا زادوا لازم ينتظرون برع في الحر، مكان غير مريح، مكان ما كان مشجع. رفعنا المحل، يبنى المحل هنا طابق ثالث بدل ارضي، مثل ما تشوف هنا حتى لو 30 نفر يجون كراسي محطوطة، القاعة وسيعة، الأماكن أشرح، أنور، أحسن، أبرد، فاللي يجي يكون على الأقل جالس مرتاح لما يدوره.